أقامت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي احتفالية استذكار قادة النصر على داعش الإرهابي، وألقيت في الحفل المركزي كلمات وقصائد أوضحت الدور المشرف الذي بذله قادة ومنتسبي الحشد الشعبي مع إخوانهم في الجيش العراقي والشرطة بكل صنوفها وتشكيلاتها لإعلاء اسم العراق وتطهير أرضه من دنس الإرهاب وتأمين عودة النازحين لمناطقهم المحررة.